بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. زي ما اتكلمنا عن السكرين اوبشنز، ما كانش ينفع نمشي من غير ما نعدي على قائمة هيلب يا جماعة. طيب الهيلب دي بمنتهى البساطة فيها ايه؟ ما تيجي نفتحها ونشوف فيها ايه. احنا مش عايزين سكرين اوبشنز، احنا عايزين الهيلب. بنلاقي ان الهيلب متقسمه ل طيب عندي ثلاث اجزاء، هو بيقول لي والله ده في الاول اوفر فيو، وعندي بعدين نافيجيشن، وعندي لاي اوت، وعندي كونتنت والكلام ده. طيب خلينا نمشي على نفس المبدا برضو يا جماعه. الهيلب دي خاصه بالحاجه اللي انا فاتحها. يعني ايه تقصد؟ يعني الشويه دول اللي ظاهرين علشان انا موجود في الداشبورد، لو انا رحت للبوستس هلاقي المحتوى ده يتغير، والنافيجيشن منيو دي تتغير، والكلام ده اللي جواه من اللي جوا منه يتغير. يبقى كل بانل انت فاتحه بيبقى له هيلب مختلفه، لكن الحاجات اللي بتكون ثابته الدوكيومنتيشن اون داشبورد، ومثلا السبورت فورمز. لو انا فتحت الدوكيومنتيشن اون داشبورد وانا كنت فاتحها قبل كده، ده دوكيومنتيشن يا جماعه، ده توثيق على الداشبورد بس. بتلاقي فيه مثلا دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه، الكلام ده هنتكلم عنه ان شاء الله باذن الله في الفيديوز اللي جايه. وبلاقي اني اساسا انا موجود في السبورت في الفورمز والدوكيومنتيشن، يعني انا كاني موجود برضو في لو انا رجعت حبه كده عن دوكيومنتيشن هلاقي من التوثيق بتاع ووردبريس بالكامل. يعني انت عايز ايه بالظبط في ووردبريس؟ اللي انت عايز تعرفه عن ووردبريس، فيتشرز تنزله، تسطبه، الفيرجنز بتوعه، المجله بتاعته، الفورمز، عندك مشكله هو بيعمل ايه، الجلوسري. انت عايز تتعلم ووردبريس، افضل مصادر عندي. عايز تتعلم الثيمز، عايز تكتب انت بلوجين، عايز تكونتريبيوت الديفلوبمنت، عايز عايز تبقى فولنتير، وعايز تبقى تبع فريق الدعم والتطوير. انت عايز ايه بالظبط؟ ده افضل مصدر تقدر منه تاخد معلومات اساسيه عن ووردبريس. طيب الجانب الثاني كان خاص بالفورمز. الفورمز او اللي هي منتديات او ساحات نقاش ووردبريس، بس انت محتاج تعمل ريجستريشن لو انت ما كنتش عامل اكونت على الداتابيس بتاعت ووردبريس. عايز تعمل لوجن لو انت معاك اكونت على ووردبريس، وتلاقي هيفتح لك بقى المنتديات والناس اللي عندها مشاكل. وخلونا طيب نجرب، لو انا كنت فاكر الايميل بتاعي للاسف انا مش فاكره، فيبقى انا ساعتها كده محتاج اني اعمل ريجستريشن مره تاني. الشاهد في الموضوع بتاع المنتديات، لو انت عملت ريجستريشن بالميل وبالباسورد ومشيت مع الخطوات، هتلاقي ان هو مقسمهم لك زي مثلا اجزاء خاصه بالويلكم، قطع سيكشن خاص بازاي تانستول البلجنز، سيشن خاص بمثلا الاكسسبيلتي، سيشن خاص هو مقسمهم لك لمجموعه من الحاجات. وهو عندي هو التوبكس اللي فيها ايه، اللي فيها حاجات يعني كده. المساله برضو سهلة وبسيطة، ومن باب الإدارة إن هو يحاول يقسمهم لمجموعة من الأجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.